يعطيكم العافية طلاب الصف العاشر، هذا الفيديو الأخير للمركبات الهيدروكربونية وهو الأسبوع الخامس، حنكمل فيه آخر جزء وهو الألكاينات. من هذا الفيديو لازم نكون عارفين مفهوم الألكاينات وتسمية الألكاينات وصيغ البنائية لها. الألكاينات هي مركبات هيدروكربونية غير مشبعة لأن ليس جميع روابطها أحادية، وتتكون من كربون وهيدروجين تحتوي على رابطة ثلاثية بين ذرتي كربون. أول شيء تسمية الألكاينات، الألكاينات لها صيغة الكيميائية CnH2n ناقص 2، وبالنسبة للاسم فهو يقسم إلى قسمين، قسم الألك وقسم الآين. قسم الألك زي ما أنتم عارفين يدل على عدد ذرات الكربون، وقسم الآين يدل على وجود رابطة ثلاثية وهو ثابت دائما. وقسم الألك زي ما اتفقنا سابقا هو من 1 إلى 10، لازم أكون حافظة كل رقم شو الاسم تبعه. الجدول 6-4 صفحة 66 في الكتاب، الجدول معطينا عدد ذرات الكربون من 1 إلى 8، اسم الألكان، اسم الألكاين، والصيغة الجزيئية للألكاين. الآن إذا بتلاحظ أنه رقم 1 ما في ألكاين، وهو نفس السبب عدم وجود ألكين، لأنه لازم يكون على الأقل في عنا ذرتين كربون حتى تنشأ رابطة ثنائية، أو في هاي الحالة هي رابطة ثلاثية. الآن بحكي لي السؤال الأول، أكمل الفراغات في الجدول. السطر الثالث راح أحكي شفهي. رقم 5 اسم الألكاين هو بنت، وبنضيف له المقطع آين فبطلع بنتاين. رقم 6 هيكساين، رقم 7 هيبتاين، ورقم 8 أوكتاين. الصيغة الجزيئية للألكين أو عذرا للألكاين في هاي الحالة بتلاحظ أنه هي تنطبق على الصيغة العامة CnH2n ناقص 2. الآن عوض رقم 5 C5، 2 ضرب 5 10 ناقص 2 8، إذن C حتكون 5 و H حتكون 8. رقم 6 عوض 6 C6، H 2 ضرب 6 12 ناقص 2 10، يعني C 6 و H 10. كمل أنت لسبعة وثمانية. السؤال الثاني، اقترح الصيغة العامة التي تربط بين عدد ذرات الكربون والهيدروجين اللي هي الصيغة الموجودة عندك فوق في الزاوية. اكتب الصيغة الجزيئية للألكاين يحتوي على 9 ذرات كربون. 9 ذرات كربون يعني C 9 و H 2 ضرب 9 18 ناقص 2 16، فإذا هتكون C9 وهيدروجين 16. سؤال صفحة 66، السؤال الأول بيحكي من الصيغة الجزيئية لألكاين يحتوي على 10 ذرات كربون. بحط الصيغة العامة أمام اللي هي CnH2n ناقص 2 وبعوض عليها مباشرة. الآن C10 و H 2 ضرب 10 20 ناقص 2 18، فإذا الصيغة العامة هتكون C10 و H 18. السؤال الثاني، هل يمكن وجود ألكاين اسمه ميثاين ولماذا؟ السلايد اللي قبل هاي حكينا إنه لا يمكن. ليه؟ لأنه أنا مضطرة ومحتاجة لذرتين كربون على الأقل حتى تتكون عنا رابطة ثنائية أو ثلاثية في هاي الحالة. صنف المركبات الآتية إلى ألكانات وألكينات وألكاينات. ببساطة، بما أنه أنت عندك الثلاث أنواع، هلأ بتشوف هل عدد ذرات الهيدروجين هي الضعف؟ إذا الضعف هي ألكين، إذا أكثر من الضعف باثنين هي ألكان، إذا أقل من الضعف باثنين فإذا هي ألكاين. تمام؟ الأول C8 H14، الآن 2 ضرب 8 16، الآن الهيدروجين في هاي الحالة هي 14، يعني أقل من الضعف باثنين فإذا هي ألكاين. الآن الألكاين أحطه باللون الأصفر، والألكين أحطه باللون الأحمر، والألكان هيكون باللون الأخضر. فإذا أول حالة إذا بتلاحظ هي حالة ألكاين. ليه؟ لأنها أقل من الضعف باثنين. تمام؟ الحالة اللي بعدها اللي هي C3H8، 2 ضرب 3 6 زائد 2 8، إذا هاي الحالة ألكان. 4، 2 ضرب 4 8، واضح إنه ضعف فإذا هي ألكين.
ستة، 2 ضرب 6 12، لكن أنا عندي 10، إذا هو ناقص 2، إذا معناه هذا الكلام إنه هو الكائن. وآخر وحدة 5، 2 ضرب 5 10، والهيدروجين عندي 10، فإذا هو الكين. الصيغة البنائية للألكين. الصيغة البنائية هي طريقة للتعبير عن المركب بحيث بتبين أنواع الذرات وعددها وترتيبها في فراغ. عندنا نشاط 6-7 صفحة 67. السؤال الأول بيقول لي ما عدد ذرات الهيدروجين حول كل من ذرات الكربون 1 و2 و3؟ نعدهم. سي الأولى عندها ذرة هيدروجين واحدة، سي الثانية ما عندهاش ولا ذرة هيدروجين إذا 0، وسي الثالثة عندها 3 ذرات هيدروجين إذا حواليها 3. ما سبب اختلاف عدد ذرات الهيدروجين حول كل ذرات الكربون في المركب؟ أكيد إنه السبب هو وجود رابطة ثلاثية أدت إلى اختلاف أعداد ذرات الهيدروجين حول كل سي في هذا المركب. وآخر شيء زي ما تعودنا عنا المتصاوغات، والمتصاوغات هي مركبات ذات صيغة جزيئية واحدة لكنها تختلف في صيغاتها البنائية. وعنا مثال زي ما هو موجود عندكم، المركب اللي تحت بتكون من 4 ذرات كربون، وفي عنا رابطة ثلاثية بين الكربونة الأولى والثانية اللي هي هيها، وهاي الرابطة الثلاثية لما غيرت موقعها وصارت بين الكربون الثانية والثالثة أصبح هذا المركب بيختلف عن المركب اللي جنبه، لأنه كل مرة كانت عندنا موقع الرابطة بتفرق مع أنهم لهم نفس الصيغة الجزيئية، لكن هذا يعني أنه صيغة بنائية مختلفة، وهذا يعني خصائص مختلفة طبعا. ولازم يكون عندنا في الألكينات زي الحال الموجودة في الألكين، لازم يكون عندنا عدد ذرات الكربون أكثر من 3 لحد ما يكون المركب متصاعدات. ويعطيكم ألف عافية.